التعادل ما كانش صعيب، الكره ما كانتش لحظنا، ما كانتش صالحنا، عندنا فريق اسنا فريق، لانه كما كتشوف هذه المباراه ما كانتش مسهل، راه اعتبرناها مباراه القمه من نادي المكناسي وما ادراك ما نادي المكناسي، باش انه كنا خاسرين جوج الاصابات والفريق غادي رجع ودار التعادل، بمعنى هناك فريق ما ساعدناش الحظ، حرمنا الحكم واحد ضربه جزاء وخمسه ديال الفرص اللي تاحوا لنا واضحين وما تمش التسجيل ديالهم. على العموم كنحيي بحراره الجمهور، كنحيي بحراره اللاعبين، كنحيي بحراره السي رضا المختاري ولا السي منير الصباري ولا السي حسن الحيتوني ولا كافه الناس اللي مشرفين على شباب العرائش. الان كنقولوا عندنا فريق ديال شباب العرائش، كتبقى الكره هي الفيصل والحكم الاخير، يمكن تربح يمكن تعادل يمكن يعني تفوز، ولكن حنا اليوم برهنا على اننا عندنا فريق قادر انه يسير ما تبقى من البطوله ويحقق نتائج ان شاء الله الرحمن الرحيم. نثق في ادارتنا التقنيه، نثق في لاعبينا، نثق في الجمهور، ونثق في كل شيء. كما كتشاهدوا الان في هذه اللحظه هذه هناك احداث شغب اللي كان وقعت بعد قليل، اللي كان السبب ديالها هو الجمهور ديال يعني النادي المكناسي، وجمهور نادي المكناسي راه عنده سوابق في هذا الموضوع هذا، يعني على المباراه الاخرى اللي كانت لعبت والمباراه اللي قبل منها، يعني الشغب هو هذا. الحمد لله كنهنوا نفوسنا بهذا التعادل بمثابه انتصار، وكنشكروا يعني الموقع بريس سي محمد الباتوي سي العبادي بالنسبه للتحكيم. نعم هناك احتجاج كبير من طرف النادي المكناسي. شوف المسافه ثلاثه ديال الاستراتيجيات اللي انطلقنا منها والحمد لله غاديين بها، اداره تقنيه في المستوى يعني تتمثل في السيد رضا المختاري ومنير الصباري اللي تعطات لهم الصلاحيه وكونوا لنا فريق والحمد لله اصبح يشرف مدينه العرائش. السيوله الماليه في واحد الوقت اللي كنا في مرحله انتقاليه وخصنا الناس اللي يساهموا، وكنشكروا هنا بالدرجه الاولى السي حسن الحيتوني وكذلك السي عربي البيطر، ولكن حسن الحيتوني الرئيس قائم بواحد المجهود كبير على مستوى السيوله الماليه والدعم المادي للتحفيز للاعبين. والنقطه الثالثه هي الاداره، حاولنا نهيكلوا الاداره بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اذا ثلاثه ديال المرتكزات اللي حاولنا من خلالها باش نخرجوا الفريق من واحد الازمه اللي من الدور الاول، والان اللي كنشاهدوا واحد الحراك داخل الملعب، واحد الفرجه، واحد المتعه. كوننا فريق وعندنا فريق مدينه العريش، كنتوجه بنداء السلطات المحليه والسيد العامل صاحب جلاله اقليم العريش بالخصوص باش يدير واحد الالتفات لهذا الفريق. هذا الفريق يعني بشكل يعني كل شهر كيكلف لنا تقريبا 12 13 مليون، راه حنا عندنا اصبحنا شركه واصبحنا مؤسسه، لهذا كنطلبوا شويه ديال الدعم من اجل المسيرات ما تبقى في البطولة.